إلى الدوري التصفوي الثالث. يواصل المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة رحلة البحث عن حجز مكان له في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر تنظيمها صيف العام الجاري بمصر، والتي ستكون بدورها بوابة العبور نحو الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. Je suis très satisfait du contenu parce que avant de penser à gagner des matchs, il faut mettre du contenu. Et je pense que cet après-midi, le contenu était très intéressant. On a vu beaucoup de jeux, on a vu une équipe qui voulait aller défendre haut, qui allait vers l'avant. Voilà, les garçons ont parfaitement appliqué le plan de jeu qu'on avait mis en place. أولمبيو الخضر افتتحوا مشوارهم في التصفيات انطلاقا من الدور الثاني بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية. الفريقان تساوى ذهابا في النتيجة على وقع البياض، وفي موقعة العودة ثلاثية كاملة لأشبال المدرب الفرنسي لودوفيك باتيلي في ثاني لقاء له على رأس المنتخب مقابل هدف واحد، مع أداء يحمل الكثير من التفاؤل. الحمد لله، ربي وفقنا وين تأهلنا للدور القادم. ما يخفالكش الماتش هالي اللي درناه في غينيا كان صعيب بزاف، مع السخانة وكاع بزاف كان الماتش واعر. وفي الروتور الحمد لله استادنا قدام الشعب تاعنا، الحمد لله تكاليفينا وقدمنا مردود مليح مع لونترينور، ومازلنا نضغطوا تاعو مليح مع لونترينور مع لا تكتيك تاعو. طبقنا كرة مليحة ودرنا كامل يد في اليد، باسكو ما يخفالكش باللي في الماتش ضالي نحاولنا دو بيت فالاب. الحمد لله احنا عندنا كونفيونس في روحنا مع لي جوار، يعطيهم الصحة وستاف تكنيك ستاف ميديكال، درنا اليد في اليد وربحنا الحمد لله، وان شاء الله نزيدو بروفي في دوزيام تور ان شاء الله. ودخل الأولمبي الجزائري موقعة ملعب 5 جويلية أمام منتخب غينيا الاستوائية بجملة من التغييرات على مستوى التشكيلة مقارنة بمواجهة نوفو إيبيبيان قبل 3 أيام، أهمها الاستعانة بخدمات هشام بوداوي قصد الوقوف على إمكانية كل لاعب استعدادا للاستحقاق المقبل اسمه منتخب غانا تاريخ 5 جوان المقبل. On va essayer de faire comme les grands. Hein. Les grands, ils y sont. Nous, on va essayer d'y aller. On va tout faire pour y aller. On sait qu'on a une double confrontation difficile parce que le Ghana, c'est toujours une équipe solide, puissante. Donc voilà, il va falloir hausser notre niveau de jeu. Il va falloir hausser aussi en termes d'agressivité. Le Ghana, il dit qu'il y a une équipe mélèche. Donc, on est avec le coach. Donc, ils aident à analyser les mélèches. On voit qu'ils sont en train de se ولما لا نتأهل إن شاء الله للكأس إفريقيا إن شاء الله. الحلم تاعنا هذه باش واحد كل واحد يطلع على البالمارس تاعو، وإن شاء الله نديروا لوتو بور لوتو باش نجيبوا باش نروحوا لجو أولمبيك إن شاء الله. يلعب يحلم باش يلعب كأس إفريقيا، حنا إن شاء الله نزيدوا البروشان تور إن شاء الله باش نروحوا لكوب دافريك إن شاء الله، ومن ثم نزيد نشوفوا أوبجيكتيف واحد آخر إن شاء الله. رفقاء والقائد بلال بن حمودة في مهمة حمل مشعل تمثيل الجزائر في المحفل القاري وبعدها الأولمبي إن كتب له التحقق، حلم وجب القتال عليه حتى الرمق الأخير.